صناعة الكذب حرفة برعت فيها جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها بعدما فشلت في مخططات الهدم والتفريق وإشاعة الفوضى. آخر هذه الأكاذيب محادثة هاتفية مفبركة تمكن الأمن الوطني من كشف ملابساتها بين شخص ادعى أنه اللواء فاروق القاضي وسيدة قالت إنها مستشارة برئاسة الجمهورية، وذلك للترويج بأنهم اتفقا على تسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود في إحدى المشروعات الكبرى بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة. أنا حنفع عبد الرحمن محمد، مقيم في الأطمية، عندي 61 سنة، من صغري كنت بمارس النصب والتنقيب عن الأثار من حوالي 5 سنين. عملت اسم اللواء فاروق القاضي، انتحلت في صفة اللواء فاروق القاضي، شغال مستشار في رئاسة الجمهورية. وبعد فترة طبعا بدأت أقل من الحاجات دي، أخد الناس اللي عندهم أراضي وعندهم مشاكل ونزاعات على الأرض أخلصها لهم. بعد كده رحت بدأت أقوي علاقتي أكتر بالناس وأحمد الشركات، أوهمهم إن أنا عندي ناس في الحكومة وتخلصوا الكلام ده، وبناء عليها بقيت أخد عمولتي برضه. بعد كده بقيت أخد التسجيلات أصلا اللي موجودة عندي على التليفون، بقيت أبعتها لكل الناس عشان أقوي علاقتي بهم إن أنا ماسك نفسي. من حوالي 3 شهور عرفت واحدة اسمها ميرفت محمد علي، مستشارة في رئاسة الجمهورية. قعدنا اتكلمنا مع بعض، سجلت لها شوية مكالمات حلوين ورحت واخد منهم مكالمة وبعتها لكل الناس اللي عندنا اللي هي من حوالي. فوجئت لقيت عبد الله الشريف الإخواني نزل على تويتر صوت ليا وصوت لميرفت محمد علي. أنا اسمي ميرفت محمد علي أحمد، مواليد 13/9/69. السنة دي اشتغلت في مجال المقاولات عشان أزود دخلي في مجال المقاولات بالنسبة للعمولات اللي كانت هتجيني من شغل المقاولات. وتعرفت في شهر 9 اللي فات على شخص بيشتغل في نفس المجال، ادعى ان اسمه اللواء فاروق القاضي وان هو له علاقات مع مسؤولين كبار في الدولة وان هو بيقدر يجيب شغل كتير في مجال المقاولات وان هو له مصالح، يقدر يعمل مصالح قوية في شغل المقاولات. وانا قلت له ان انا شغالة برضو في رئاسة الجمهورية وان احنا بعلاقاتنا دي نقدر نعمل مكاسب كويسة في شغل المقاولات. وأسفرت التحريات عن ارتباط المذكورين من خلال وسيط يدعى وائل عبد الرحمن سليمان بالإخواني الهارب عبد الله الشريف، قبل أن يتم ضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل. أنا اسمي وائل عبد الرحمن سليمان، عندي 42 سنة ومقيم في اسكندرية وشغال في مجال السمسرة. اتعرفت على واحد من فترة حوالي 4 شهور ادعى ان هو لواء وقال لي ان اسمه فاروق القاضي، وقال لي ان هو من خلال علاقاته يقلص لي اي قصه في اي موضوع في جهه حكوميه من خلال شغله في رئاسه الجمهوريه، وبعت لي مكالمات هاتفيه. ولقيت من المكالمات دي ان الناس اللي بتتعامل معاه بيتكلموا على اساس ان هو يعني بيفخموا فيه وبيحترموه قوي. وفي الفتره الاخيره حصلت لي مشاكل ماديه وفكرت ان استغل التسريبات اللي انتشرت على النت، المكالمات اللي كان بيبعتها لي اللي هو فاروق، وجبت رقم تليفون الإخواني عبد الله الشريف من على اليوتيوب وتواصلت معاه وبعت له المكالمات الهاتفية دي وبلغته إن أنا ممكن أبعت له مكالمات تانية بس دي على خلاف الحقيقة، يعني أنا ما عنديش مكالمات ولا الكلام ده. وهو قال لي وعدني إن هو هيبعت لي 10,000 جنيه على ويسترن يونيون ونصب عليا. ودأب التنظيم على الترويج لأكاذيبه عبر مواقع السوشيال ميديا وتفعيل الحسابات الوهمية حتى تتمكن من تحقيق مستهدفاته بعد أن خسر معركته على الأرض. فطالت هذه الأكاذيب الرعاية الطبية في مصر ونشر الذعر بشأن التصدي لفيروس كورونا والتشكيك في جهود الدولة المصرية لدعم الأشقاء في المنطقة والدول الأفريقية، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي التي أقرتها مؤسسات دولية رصينة. لكن الحقيقة الراسخة هي أن محاولة التأثير على الدولة المصرية من خلال هذه الأدوات والحيل الكاذبة التي تسعى لها هذه الجماعة الإرهابية من أجل التشكيك في مؤسسات الدولة وحسن إدارته لا نفع لها ولا طائل منها.